السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله تعالى: أأمنتم من في السماء، تقدم معنا أنها من أدلة علو الله تعالى على خلقه، والسؤال: كيف الرد على من يقول إن معنى في السماء أي ملكه وسلطانه وقدرته؟ وهل يكفر من ينكر؟ هذا قوله هو، أما قول الله فالله في السماء، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني معبود، معبود في السماء ومعبود في الأرض. والله استوى على العرش، والعرش هو أعلى المخلوقات، وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة. الأدلة يقولون بلغت 1000 دليل على علو الله على خلقه، واستوفاها أو استوفى كثيرا منها الحافظ الذهبي في كتاب العلو للعلي الغفار. وأما أنه يجي واحد يقول في السماء ملكه، في السماء ملائكته، هذا كله كلام فاضي، كلام من عنده، نعم لا يقبل.